اجتمع سعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية مع سعادة اللورد طارق وزير الدولة وزير الدولة جنوب والكومنولث بالمملكة المتحدة، وذلك على هامش اجتماعات الدورة 43 لمجلس حقوق الإنسان في مدينة جنيف. خلال الاجتماع أشاد سعادة وزير الخارجية بما تشهده العلاقات الاستراتيجية المتميزة بين مملكة البحرين والمملكة المتحدة الصديقة من تطور وتقدم كبيرين يعكس حرص البلدين وسعيهما المتواصل لتعزيز العلاقات الثنائية والارتقاء بها لآفاق أرحب على كافة الأصعدة بما يعود عليها وعلى شعبيهما الصديقين بالنفع والخير، منوها بدور المملكة المتحدة الهام في حفظ الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم. من جانبه نوه سعادة اللورد طارق أحمد بعلاقات الصداقة التاريخية بين مملكة البحرين والمملكة المتحدة، ومؤكدا على أهمية تعزيز التعاون المشترك في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، ومشيدا بجهود مملكة البحرين وإنجازاتها المستمرة في مجال حماية حقوق الإنسان والدين والمعتقد وتعزيز التسامح والتعايش السلمي بين الشعوب، متمنيا لمملكة البحرين دوام الرفعة والتقدم والازدهار.